اليوم أصبح مباشرة يدخل الموقع الإلكتروني للوكالة يسجل عبر النت، عنده وثيقة يعمر الوثيقة دي، يسجل في الوثيقة، يبعث الوثيقة، هنا كاين مرافق عبر الإنترنت، مرافق راح يتبادل معاه أطراف الحديث عبر النت، كلش عبر النت، ويبرمج موعد لقاء اللجنة على حسب الطلب صاحب المشروع. يعني يكون القدوم تاعو هو يوم لازم يكون عند اللجنة باش يعرض المشروع تاعو أمام اللجنة. يعني هذه داخلة في المرافقة، في المرافقة القبلية. من بعد يوجد مرافقة أثناء مرحلة المشروع، والمرافقة البعدية يعني بعد هذه هي اللي تسهل أكثر يعني للجالية الجزائرية، خاصة الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، لأنه باش يتجنب كل التنقلات، أنه مباشرة عبر النت. حتى في الموقع الإلكتروني للوكالة هناك كل التفاصيل. زدنا شيء أن في الموقع كنا أنشأنا فضاء خاص بالشباب المستثمر. كاين شباب مثلا يحبوا يشوفوا شباب كيف هم اللي خدموا مؤسسات مصغرة، احنا درنا موقع في الموقع الإلكتروني فضاء خاص بالشباب المستثمر، انه كل واحد انشا مؤسسه في اطار جهاز لونساج يقدر يسجل نفسه في هذا الموقع، يسجل نفسه، يسجل المنتوج تاعو عبر سواء عبر صور او عبر فيديوهات، باش انت مثلا كي تكون عايش في الغربه اللي حاب تشوف مؤسسات مصغره، ادخل الموقع شوف كل المؤسسات كل انواع. هنا زيد لك حافز اكثر باش تخليك تامن بالقدرات تاعك وتنشا هذيك المؤسسه المصغره. يعني ان شاء الله يا ربي راح نزيدوا نعاودوا نولوا خاصه نقطه المرافقه بعد ما نروحوا المنير تيجيني. انت سي مبارك كان يحكي على المرافقه القبليه، على ضروره استعمال الوسائل ولا اهميه هذه التكنولوجيا الحديثه، وانت في المشروع تاعك بلاتفورم ويب لمرافقه جوستومون ولورينتاسيون دي جون، كسوا قبل ما ياسس ولا قبل ما يجسد المشروع تاعو ولا حتى من بعد. فوالا جوستومون حنايا لا بلاتفورم تاعنا واسمها جزائر انفست بوان كوم. هي واش دير؟ Elle met en relation les acteurs de l'investissement en Algérie et les porteurs de projets et investisseurs. Les acteurs شكون هما؟ Par exemple, في الجزائر ما كاش غير لونساج ولا لاكناك، عندنا plusieurs dispositifs qui peuvent aider et accompagner les créateurs d'entreprises ou là les chefs d'entreprises qui veulent développer leurs entreprises. هكذا. Par exemple, عندنا les centres de facilitation, عندنا les pépinières d'entreprises. هذوما تابعين للمينيستير دو لاندستري. داكور، دان كوتي. فوالا، وهذوما يقدروا. وعندك لي ميكانيزم دو لوط، لونساج. فوالا، وعندنا وعندك حتى لونجام اللي تابعه لوزاره الضمان. فوالا، بارك الله فيك. وثاني عندنا كاين ديزانستيتيسيون بيبليك، وعندنا البريفي، البريفي باغ اكزومبل لي زانكيباتور، باغ اكزومبل لي كووركينغ سبيس، باغ اكزومبل لي زاكسيليراتور. دانييرمون كاين واحد لانكيباتور عنده دو جور من اللي داروه اسمه انكيب مي. هذا سي ان انكيباتور بان افريكان، فوالا، انيسيي بار كريم امنيه. هذا سا بو ايدي لي بورتور دو بروجي، لي كرياتور دو بروجي باغ اكزومبل كي اون اون فيزيون افريكان. وثانيك عندنا حاجه واحده اخرى، باغ اكزومبل دانييرمون لي دو مينيستر راحوا لفرنسا بور فولغاريزي بور ديفوزي لانفورماسيون. هذا لو بوان لو بليز امبورطون، لان المعلومات تلعب دور كبير. فوالا، هذا سي بور دوني ان سيني فور بور لا دياسبورا كيل يا دي زورغانيزم كي اكزيست. وهذا سيني بوزيتيف اوسي، لانه احنا كذلك حتى الشباب تاعنا محتاجين لهذ الدياسبورا والخبره تاعهم لا تكنيسيتي تاعهم اوسي. فوالا، وثانيك لو كان نقدروا نخلوا هذ لي زورغانيزم سور انترنت كونسلتي 24 اور بار سور 24 اي نيمبورت كيل دو نيمبورت كيل اندروا في لو موند، سا سرا بلوز يوتيل بلوز امبورطون. يعطيك الصحة منير، راح نعاودوا نكملوا النقاش بعد ما نتوقفوا فواصل شهرية. عناوين نشرة أخبار الواحدة مع نوال عقبي، ونعاودوا نولوا جوست أبخي. اذا مستمعي العجيله فاميلا، شطر ثاني من برنامجكم فيزا للمستقبل. حصه اليوم كما قلنا في البدايه خصصناها لمحورين هامين بالنسبه للشباب المقاول. الاول عوده للقاءات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بشباب الجاليه الجزائريه بفرنسا من اجل توضيح التسهيلات المقدمه لهم لانشاء مؤسسات مستقره بالجزائر. والمحور الثاني
هو أهمية وسبل مرافقة الشباب المقاول لإنجاح مشاريعهم ومؤسساتهم المصغرة، وهذا اللي راح نطرقوا له الآن. كنا نتحدث على أهمية التكنولوجيا الحديثة، كذلك لسكسيس ستوري أو الشباب الناجح سواء عبر وكالة تونساج أو كناكا وحتى أنجام أو فون بروبر. بين ضيوف تاعنا رضوان بن قرنوس، مربي نحل ناجح بعد حصوله على قرض أونساج، لأنه مجال اخترنا رضوان لأنه مجال شوية صعيب. الشباب نعرفوا أنه كان عزوف شباب عنا كل بعض الشباب على المشاريع الفلاحية، وكذلك لانه رضوان نجح في هذا المشروع وحتى في التسويق، لان لي برودوي دي تيروار شويه صعيب باش نسوقوهم. مرحبا بك رضوان. السلام عليكم. نشكر ديال اف ام على الاستضافه، ونشكر الوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب على فضاء هذا تاع ديال اف ام، هي وخاصة على دعم الوكالة لكم. دعم الوكالة. انت رضوان وقتاش بديت؟ انا بديت في 2015، والدومان هذا بديته بكري إيريديتر تما فاميليا كاع نخدموا في الدومان هذا. تلقيت صعوبات كي كنت نخدم مستقل، كان ماتلي نحل على بسبت هادو لي برودوي اللي راهم يجيبوهم في الشر كوليت، وتوجهت للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. تلقاوني ترحبوا بيا بايدي مفتوحه، الحمد لله دعموني. شحال ورانا نخدموا؟ دعموني باللي كتبها ربي في الوكاله. لا ماشي الدراهم، حبيت نقول شحال لي روش؟ شحال لي روش؟ 500. الله يبارك. الحمد لله. وكاين صح كاين صعوبات، وكاين نجاح ثاني مقابل الصعوبات اللي رانا نتلقاوهم. الخدمة هذه مليحة. ننصح الشاب الجزائري ولا الشابة الجزائرية اللي حبت تخدم هذا الدومان، هذه الخدمة تكون تحبها. الخدمة مليحة شريفة، ستميتي نوبل هدايا، خدمة يسحقوها تاني للمرضى كما العسل هذا جولي رويال بولان، حاجة مليحة للمرضى، تكون حاجة بير حرة، ويسحق تاني حاجة تسويق. ولا الشاب ما يخافش يقول لك ننتج ومن بعد وين نسوق الحاجة المليحة تبيع روحها. ماشي قال زعما قال دوكا ننتج ندير قناطر ولا ندير اللي كتبها ربي ومن بعد نخاف وين نبيعها. ما تخافش، حاجة شابة تبيع روحها، حاجة كي تكون بون كاليتي تتباع ما يخافهاش كاع. انت رضوان شحال راك لاحق دوكا؟ شحال عندك في البروجي كامل بروش؟ عندي 700 الحمد لله. نخدم قسمه، نقدر نكثر ونقدر ننقص. هي وماشي في بلاصه واحده، ماشي في بلاصه واحده بصح. وشنو الواحد يخدم قسمه يقدر، ما يكبرش بروجي بزاف ومن بعد يغرق فيه وينقص ومن بعد ما يخدم والو، ما لي شارج تاعو ما يلحقهمش. وما تنتج غير نحل. ننتج الحمد لله. الدومان هذا تاع تربيه النحل هذا، ما انت كي تقول تربيه النحل تقول ميتي شغل بالك محدود، هو هذا ميتي واسع، فيه مثلا اختصاص تاع جولي رويال برك تاخذ بزاف وقت. واسع ومازال ما ديفلوباش، مازال ما ديفلوباش مليح. فيه الفينان دابي هذا ثم نحتاني تيسحقوه لي ميتين يداووا به ثاني. عندنا لوميال وذكروا ربي في القران، حاجة مليحة تانية للمرضى، حاجة مليحة. عندنا تانية البولان هذا تانية فيها فايدة كبيرة للإنسان هذايا. والخدمة تطلب تانية مجهود كبير، وماشي متعلقة بالوقت. زي ما تقول بلي نخدم كيما الشركات الأخرين متنية للخمسة، كاين وين تخدم في الليل، كاين وين تخدم في النهار، ماشي متعلقة. قال كيما شركة نبدا على 8 نكمل على 5، نو هذه في هذا الوقت هذا في النحل ماشي هكا. كاين وين تبدا في الليل كيكون عندك ديبلاسي النحل تاعك باغ اكزومبل، تمشي من المغرب حتى الفجر وانت قاب الطريق. كاين عندها علاقة اللي تبع البيتيو، كاينه شتا بزاف شغل كيما الحواتين، كاينه شتا ما تخرجش تخدم، كاينه تخدم في لونغار، كاينه نهار يكون بيان سولي تخرج تخدم. جوستومون دوكا تطورت الحاله، لانه واحد الوقت كنا ننتجو اون سيزون في العام
دوكا بلي ديبلاسمون جوستومون بلي نوفيل تكنيك اي تو ولينا شحال من اختراعات تقدروا تنتجوا تقدر تنتج ثلاثه مرات تقدر ربعه بصح وشنو واحد يفيتي هذوما الجنين هذوما اللي يديروا البيستيسيد وي لي بيستيسيد هذوما ما يقتلوا النحل عندي هنا تصاور في التليفون وكرانا في التلفزيون وريال ما كاش كيفاه النحل ميت بزاف يموت لنا النحل هذا من الاسمده من هذو لي برودوي اللي يديروهم هادو لي زوبستاكل داخلين في لي زوبستاكل تاع النحل اللي راه عامل مشكل كاين مشاكل ماشي ما كاش بصح واحد يعرف كيفاش يتحداهم ما جوستومون سي سا واليوم تسمى وكان زعما جان يحب يتعلم هذا الدومين انت ثاني تقدر توري له تدي ايه نقدروا سي نورمال علم ينتفع به الناس نولوا ما نبخلوش على الناس بالعلم تاعنا الحمد لله وانت تنوجه نداء للشاب تاع اللي راهو في الخارج ما يقولش بلي نروح بالك ما اذا راهو تما مليح انا نقولوا غير ريح راك لاباس بك اذا ما راكش مليح غير اروح اروح توجه الوكاله الوطنيه ولا لونجام ولا اللي جات دير مد البروجي تاعك وتلقى ان شاء الله تلقى ان شاء الله لا حتى اذا كان مليح حنا نسحقوه كنا تحدثنا على الخبره تاعو تحدثنا على كل هذه المشاريع ولا لابور اللي يقدر يقدمه لنا قبل ما نعطيك الكلمه قطاش نعاود نولي الاسلام لشخم مستثمر ايضا بالجزائر بعد رجعه من المهجر واليوم عضو في جي اف سي يو انتم تانيك بون قلنا انه الشركه تاعك او الشركه ولا الشركه الوحيده اللي تنتج الحبر في الجزائر وليت اون 2001 وكذلك راكو ديروا دو لاكونبانيومون المرافقه تاع لي جون سوا باش يكريي المؤسسه تاعو ولا لورينتاسيون اوسي طبعا D'abord, je voudrais, qui met un goulon à César, ce qui appartient à César, je voudrais remercier l'ONCEJ, parce que j'ai commencé avec l'ONCEJ en 2001, où on a eu un accompagnement fantastique à l'époque du directeur de l'ONCEJ, Tipazak, qui est M. Boukhari, je le salue en passant. Et ça, je suis membre du JLFCE, j'ai été délégué pour la wilaya de Tipaza, c'était à JLFCE. On accompagne justement les jeunes et on a des journées de coaching day. Mmh. On essaie de coacher par des grands patrons seniors à l'UFCE. On essaie de coacher des jeunes entrepreneurs. On a aussi des after-work où on essaie de regrouper. On a des thèmes où il y a trois entreprises qui se présentent et on essaie de lancer un débat avec les entrepreneurs qui sont invités, même s'ils ne sont pas membres. Alors on les incite à la fin à devenir membres de l'association, mais on invite pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. On va peut-être bientôt avoir des accords avec des associations de jeunes entrepreneurs à l'étranger, avec qui on essaie de développer aussi tout ça. Mais on insiste on a aussi sur l'accompagnement. C'est très important, l'accompagnement pour la transmission de l'information. Le capital, c'est le data, c'est l'information. Si elle ne circule pas, qu'elle y mette un nawalo. Que ce soit قبل ما يكري لونتربريز ولا حتى مور ما يكري لونتربريز بيان سور سي ان امون اي ان افال اي كيما كان يقول اخ يحكي سي ان ايتا ديسبري لونتربرونيا تو لو مون نو بو با اتر انتربرونور il nous est arrivé des fois d'accompagner avec le projet Maharati des étudiants qui se lancent dans le monde du travail on leur dit allez faire une expérience de salariat pour savoir ce qu'est le monde du travail, pour peut-être vous lancer après sur dans le monde de l'entrepreneuriat. Rafiq, dans la continuité, je vais vous dire Islam, c'est que les deux plus grosses fédérations, Akbar fédéraliyat fil Jazair al-Yom ta'al Mouqawilin, il y a le fédéralia al-Watana al-Mouqawilin Shabab, ou le Muntada Shabab les Arbab al-A'mal, JIN FCE et FNGE. وحنايا كي رحت كيما نعاودو نقولو سقساوني قال لي بوركوا راك تحب تكون هنا في لي ديليغاسيون وعلاش يعني توي امبليكي انا حبيت نقول باللي بلادي مادام استقبلتني المشروع هذا لقى يونيكوت من عند السلطات المعنيه ما ننساوش باللي في اقل من 15 يوم مشروع كربون قلنا حيولي ناسيونال اترافير اون انتربريز بيبليك و اي سورتو كيفاش نرجع الخير هذايا
حبيت كيما نقولوا دو دوني دو مون اكسبيريونس اي سي بور سيت ريزون كو اليوم راك على بالك باللي كاينه لجنه انتقاليه للفيدراليه تاع المقاولين الشباب وبعد 5 جويلية ان شاء الله بعد المؤتمر تاع وين راح يكون فيها قياده جديده ان شاء الله راح نكونوا راح نخلقوا اون برانش سبيسيال بور لا دياسبورا راح تكون عندنا لونساج ولا كناك لونجيم يفينونسيو يكومبانيو يكرييو ورايحين نخلقوا اون برانش ولا تكون اون بارتناريا ديكسيبسيون افيك لو جيل اف سي او وعلاش باسكو يعني ما كاينش غير اونساج وكناك وما نساوش بلي كاين لوندي وي دونك الجيل اف سي او اللي يحبوا يدخلوا افيك لو فون بروبر يقدروا يجوزوا على لوندي بور بينيفيسي دي زافونتاج فيسكو ولي جون اللي حاب يدخل بار ان فينونسمون بوبليك اونساج وكناك يجوز اترافير لي دو اجونس اي دورغانيزي احنا نعاود نقولوا بلي دورغانيزي بيسكو لونساج ال سادابت ودير لهم لي كوميسيون نهار يكونوا في الجزائر نهار يجوا للجزائر حنايا كشباب اف ان جي وكشباب جيل اف سي او رايحين ناخذوا مثال شاب راه حاب يجي في التي سي حاب يمستي في التي سي نقدروا نبروغراميو له دي جو اون جورني فهاديك لا جورني يجوز يشوف مؤسسات في التيران قبل ما نلحقوا لهذاك الشيء جوستومون رفيق وحكيت على لامبليكاسيون تاعكم بون المرافقة القبلية يعني قبل إنشاء المؤسسة أي تقوم بها كسوا لونساج ولا لاكناك يرافقوا الشاب كما تحدث عليها سي قطاش كاين مرافق كاين مرشد كاين دي كوميسيون يتبعوا حتى وين يجسد المشروع تاعو لكن أهم شيء أنه سي باز اون فيناليتي سادير اون سوا كي تأسس المشروع تاعك لازم من بعد تشوف القدام تخدم انتم قمتوا في وانت بحد ذاتك رفيق بمبادرات كيما فوت تروك كيما زادت مبادره جديده دوك نحكيهم لك جوستمون احكي لي على هذه المبادره الوغ حبيت نقول باللي نعم لونساج ترافق بصح لازم نقولوا الحقيقه لونساج ميم من بعد لا كرياسيون والله غير تسويفيك ناخذوا مثال حتى اذا كانت سويفيك مش لونساج اللي تعطيك نو مامو بصح الخدمه هذه يديروها كومام يعني ما نساوش باللي نو مي لو بلون شارج ماشي تعطيك انا واش حبيت نقول باللي الشاب الجزائري نعاود ونقولوا باللي الشاب الجزائري اللي في عمره 25 سنه وتعطي له مليار في يده اول خطره في حياته يشد المليار راهو يقدر يغلط لازم نعطيو له لي زوتي نيسيسير وعلاش هاد لي دو فيديراسيون سواء جيل اف سي ولا اف ان جي بيصوصوا باش احنا نديروا هاد المبادره مبادره فوت تروك الجيري واش هي كوامن كوامن تاع الفاست فود امبولون اللي اليوم النص الكبير فيهم عندهم تعثر ما نقولوش باللي فاشلين باسكو ما باعوا ما خسروا ما والو وقدمناه في الصالون تاع السلام 2018 عطاوني الرعايه عندهم ان بروبليم دو بلون شارج بالك راح نمد لكم كاع الحل واليوم هنايا اون اكسكلوزيفيتي زنانونسيها دونك اللي عنده كاميون فاست فود امبولون اون سيرش كناك اون جام ابارتير دو موا دو جويي اون لوس لو بروغرام كانوا عندهم بروبليم تاع لي زوتوريزاسيون تفاوضت مع شركة نفطة للجزائر باش نقدر نعطيها لكم بطريقة رسمية وقبلوا يدعوا لينا ديجا نبداو بأونساج اس في الجي اس نبداو ب 30 كاميون ميم اسم ميم منو ميم اكسيترا 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 دونك فريمون ان بلان شارج حبيت نقول باللي هذه المبادرة في إطار الفيدرالية راحين نعموها وذكرت عندها 4 شهور في بلاطو تاع قناه الجيري راني النقطة السوداء تاع المؤسسات المتعثرة في أونساج كناك هو ترونسبور وفي هذا السياق قلت لكم عندها 5 شهور باللي رانا نخدموا عليهم بطريقه جديه الفوتروك الجيري راح نلونسيوه 540 كاميون وراح نزيدو نلونسيو باش نعطيها لكم اوجوردي اون اكسكلوزيفيتي الو ديباناج الجيري ريزو واحد اخر ستركتيري اللي نعطوه تانيك النفطال اون بريفيزيون تاع لي بومبا ايسونس است ويست راح نعاود نولي رفيق بعد ما يرفع على مسامعنا اذان صلاه الظهر بالنسبه للتوقيت المحلي للجزائر العاصمه وضواحيها فنستمع لصوت الحق عودة إذن مستمعي إذاعة جيل فام إلى الشطر الأخير من برنامجكم فيزا المستقبل حصة اليوم للحديث فيها شيق حول مرافقة الشباب شباب المقاول من خلال عرض بعض المشاريع وبعض الإكسبرينس رفيق بوهلال كنا تحدثنا على بعض المبادرات ل يعني دوكا الشاب قلنا انه لميكانيزم ولا اجهزه الدعم انشاء المؤسسات راهي تقوم بالواجب تاعها تقوم بالدور تاعها باش لانشاء المؤسسات لكن
فيما بعد كي الشاب ينشا المؤسسه تاعو يبقى ما لازمش نقعدوا في لاسيستانا هذيك، كاين دعم، الدعم صافي با دير لاسيستانا، وانتم كاين عندكم مبادرات باش من بعد المؤسسه هذيك تدوم. نعاود نقول انا مختص في تطوير علامات تجاريه لي فرانشيز والشبكات التجاريه، ونخدم مع المؤسسات المصغره. كي نعاودوا نقولوا باللي لو فوتريك الجيري اللي بريزونتيناه 540 كاميون، 540 كاميون بين 5 مليون و 9 مليون 600 ميل دينار دانفستيسمون ليطا لي فينونساتو، محطوطين كيما خدينا المثال اللي شفناه ماشي 100 كيلومتر جامي يخدم. زعما يخدم 960 مليون محطوطه في الباركينغ تتزنجر. حنا نحبنا نقولوا باللي هذه مثال تاع مؤسسه متعثره، حبيت نوري لهم باللي نروحوا من مؤسسه متعثره الى مؤسسه ناجحه باستعمال المؤسسات اونساج وكناك لتمويل لابروفيزيونمون دو ريزو. سافي دير الخبز تاعنا يخرج من عند البولونجي اونساج، اللحم والدجاج يخرج من عند البوشيه اونساج، اللبسه تاع الخدامين راكم شفتوها تخرج من عند لي زاتولي دو كونفيكسيون اونساج. دونك راح نكريو علامه تجاريه. حنا اقترحت، نعاود نقول اقترحت انشاء وكاله وطنيه لتطوير الشبكات التجاريه. قال لك شويه واعره، لا ماشي حاجه سهله هذه منا. حبينا هذه المبادرات باللي نورو لهم باللي نقدروا نعطوا لهم مثال حي، عندهم الحق ما كاينش مشكل، حاجه جديده ما نقدروش نعرفوها. سي بور انكوراجي ديجا انكوراجي. كي نحكموا لكم من تاع ديباناج اللي نعاود نقولها، ويعني بلي نحكم شي لونتين، مي الكوامن تاع ديباناج 48 ولايه، واش دور وحدكم؟ راح نكرييو لو بلو ريزو ناسيونال تاع لي كاميون دو ديباناج كي فاسابلي الو ديباناج الجيري، اللي راح يكون مخصص تقريب الكتله الكبيره يتحطوا في لي بومبا ايسونس تاع لوطوروت ايست ويست. نفطار الجيري راح دير مع في الاسبوع المقبل اتفاقيه مع لونساج ولاكنا كولونجان في عده مجالات، اللي راح تدي الشباب هذه المبادرات نديروها. هذه المبادرات يعني بور انكوراجي لي جون، انكوراجي بور لي زاكومباني اللي مونتي اون كومبيتونس. منير تيجيني، انت وما كذلك من خلال لا بلاتفورم تاعكم كذلك عندكم مبادرات واحد اخرين في لاكومبانيمون. فوالا جوستومون حنا في لا بلاتفورم تاعنا اون ترافاي سور ان بروجي دو ميتر اون ريلاسيون لي كومبيتونس الجيريان à travers le monde, ou les Ramhna Filjazaël, qui acceptent de donner de leur temps et de leur expérience pour accompagner, encadrer des porteurs de projets ou des jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment développer leurs entreprises, soit à l'international ou là, au niveau national. Justement, on va créer un espace de mentoring qui regroupera toutes les personnes qui veulent partager leurs expériences avec des jeunes entrepreneurs. Via la plateforme, il y aura un contact direct. Chacun aura un profil mentor et un profil mentoré. Et il y aura le contact et après, ils peuvent organiser des sessions de travail physiquement. L'essentiel, le premier contact, ça sera en ligne. D'accord. وهذا الشيء كذلك ما دامنا نتحدثوا على المرافقه كذلك في جلاس اف سي يو كذلك اسلام تقوموا بهذه المبادرات تعاونوا لي زونتربريز اللي داخلين في الريزو تاعكم حتى لي جون اللي حابين يكريوا دي ميكرو انتربريز. نعم ايفيكتيفمون دايغ ميم اون ان نيفو دو لو مونتون دو لا كوتيزاسيون كي دو 20 ميل دينار بار ان. Ça permet de bénéficier d'un réseau. Ça permet, moi, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, des gens très intéressants, et avec qui on peut même faire du business ensemble. Parce que quand on va dans une association patronale, à la base, c'est pour se faire un réseau et faire du business. Mais, donc on a, comme on disait tout à l'heure, il faut donner un peu de son temps. On est là, on assiste les jeunes entrepreneurs, même ceux qui n'ont pas encore de projet, qui veulent poser une question, qui veulent se renseigner. Égal, voilà. On peut avoir le plus beau produit du monde. Si on ne sait pas le vendre, qu'il est madrinawalo. Donc, il y a une phase. Bon, j'étais à l'université de Boumerdès la semaine dernière, où il y a eu la distinction des lauréats pour l'innovation qui ont inventé des fauteuils roulants électriques fabriqués en Algérie, largement moins chers que le produit importé, un système d'augmentation de production de gelée royale qui passe de 10 grammes à 100 grammes. Qui a été conçu ici. Il y a un gant pour les personnes qui parlent le langage des signes qui retranscrit en direct par synthèse vocale ce que veut dire la personne qui parle avec le langage des signes. Donc tous, il y a le produit, il y a la phase de naissance du produit. Il faut, surtout pour la fabrication, la production, il y a la phase industrialisation.
Et ça, c'est très, très important. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, c'est vrai qu'il y a l'avantage d'avoir l'ANSEJ, la CNAC, etc., qui assistent financièrement. Mais, ne comptez pas sur l'État. L'État peut nous soutenir avec l'ANSEJ, avec tous ces dispositifs-là. Mais ça, un bad chamola l'edraïk. Il faut aller se battre, aller sur, dire voilà, on n'a pas des marchés publics. N'allez pas chercher les marchés publics, allez chercher chez les privés. Même moi, des fois, quand je rentre dans des entreprises, on me dit voilà, mais ça, c'est un appel d'offres. Je n'ai pas besoin de l'appel d'offres. Attendez déjà les consultations. Redouane. تشاطروا الراي تما سورتو في الخدمه تاعكم انتما سا دوموند بوكو دو طون بوكو دو دو دي زيفور اوسي ان شاء الله ان شاء الله نشاطروا الراي مليح ونروحوا ليه ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله خاص تربيه النحل والمجال الفلاحي يطلب وقت وجهد يطلب وقت وجهد تما واحد باش ما ماشي وقت ثاني واحد باش ينجح ماشي يسوفي با يروح لي ميكانيزم يعطوا له الدعم لا من بعد تولي الخدمه لي تكنيك دو طرافاي تولي كيفاش مي بخاري صح هذا هو تولي الخدمه ماشي الماشينه تخدم يدك اللي تخدم يعطيك الصحه مبارك 13 15 مكلف بالاتصال بالمديريه العامه لوكاله اونساج دعم الاونساج مازال متواصل للشباب المرافقه تاعهم كذلك وخاصه عندكم في لو سيت تاعكم فضاء المؤسسات المصغره وكذلك لي صالون كيما صالون سلام اللي فات يعني فضاءات لي تخلي شباب يحتك فيما بعضهم بالك ولا شوز اللي عجبتني لا بلوز امبورطون في سلام اللي فات انه كاين يا يو دي كونفونسيون تسينياو بين المقاولين الشباب يعني على بالي اللي ضيق الوقت نعطيك حوصله صغيره انه حقيقه وكاله اونساج ما زالت تمول المشاريع لانشاء المؤسسات المصغره بطبيعة الحال هدفنا هو خلق مؤسسات مصغرة متنوعة خالقة للثروة ومناصب الشغل لأن هذه المؤسسات المصغرة هي اللي راح تكون البديل تنمية اقتصاد أي اقتصاد دولة يكون عبر المؤسسات المصغرة إنشاء قد ما تكون كاين مؤسسات مصغرة أنها النسبة اللي تساهم بها في سواء في خلق الثروة سواء منتوج او غير ذلك او مناصب العمل مناصب العمل يعني هي راح تكون شيء ايجابي للاقتصاد الوطني صالون سلام 2018 اللي كان فيه مؤسسات متنوعه اللي قدرت تخلق ما بينتها اتفاقيات وهذا هو الهدف خلق المناوله ما بين المؤسسات المصغره كذلك نشوف في الطبعه السابعه ان هناك مؤسسات مصغره تعرضت هي عادت من الخارج عاد من الخارج وبرزت منتجها نصحح كلمه بك الاخ انه ليس الشباب اللي راه ماهوش عايش في الخارج اللي يقدر يستفاد من الجهاز حتى الشباب اللي راه عايش لاباس به في الخارج منه لازم هذيك الخبره تاعو اللي تكسبها والتعليم ينشئها في البلد الام وباش يستفادوا منها كل ابناء الوطن ان شاء الله شكرا جزيلا لك وشكرا لكم كامل الضيوفيه شكرا موصول لكم مستمعين على كرم الاصغاء والمتابعه مصطفى في العارضه التقنيه القاكم في مواعيد اخرى بحول الله دمتم بخير والى اللقاء بيزا للمستقبل قدم لكم برعاية اتصالات الجزائر.